Radio Pepiski. كمال جديد، مرحبا بك على موجود إذاعة راديو يوم جديد. أهلا وسهلا براديو ميدي الخير. كمال يظهر لي شفنا سلسلة ماراثونية من الاجتماعات والتحركات نتاع هيئة الدعم، آخرها كان البارح لقاء بسيد رئيس حكومة سي يوسف الشاهد. لو كان تعطينا يعني الخطوط العريضة نتاع الاجتماع، على شنية دار وشنية تحدثتوا بالضبط؟ هذا اللقاء يهم على اهتمام الحكومة بما يفرق النوادي الكبرى بصفة عامة. فامبارح كانت زيارة ولقاء مع سيد رئيس الحكومة سيد يوسف الشاهد، اللي رفع لنا صورة اللي يمر بها النادي والصعوبات اللي نمر بها، لأنه نعتبر أن النادي الإفريقي يساهم في خلق عدد من اللاعبين في عديد من الرياضات، وشاركت في رفع راية تونس معناها في المحافل الدولية، وسنيك نشوفوا معناها اللاعبين اللي في الهوند واللي في الباسكيت واللي في الفوت، معناها ونكونوا كلنا معناها متأسفين للمستوى اللي وصل النادي الإفريقي على الأقل من ناحية البنية الأساسية. وثم صور دارت على البارك متاعنا، مركب مني القبائلي اللي معناها أصبح في حالة مزرية وما عادش يستجيب لأي مواصفات رياضية، وخاصة أنه هذا المنشأ الرياضي اللي ساهمت فيه وتعاقبت على السيانة متاعه أجيال من المسيرين في النادي الإفريقي. أنا أتذكر وأنا صغير معناها كيفاش كتيران كازوني معناها والوقفة متاع الكبار متاعنا متاع الله يرحمهم سي عزوز بسرم وسي شريف الأمين وسي العربي بن حاج سادق اللي جاب الزريعة وسي فريد مختار اللي ساهم بجيبين الكاميونات اللي رفعوا التربة معناها اللي اختاروها، معناها كانت أجواء عائلية قوية جدا، الناس كل تعاون معناها، وسيد العزابي كيف معاهم تفكر يعني ترى هذيك احنا قديناه الكبار متاعنا قدوه، فعلينا كنا ان نحافظ على هذا المكسب اللي بنينا فيه مركب شبابي يعني سنتر دو فورماسيون مركز التكوين متاعنا. من انا من شرف معناها رئيس بلدية كان كبيس كذلك سي محمد علي بولانان، وقفنا ومجهود كبير باش وضعنا المركب لتكوين الناشئة، وكنا معتقدين أنه نمو النادي وشعاعه ما يكون إلا بولاده. وهذا المركب معناه اليوم أصبح في حالة مزرية، معناه الترانات تفقدت، ما عادش عنا، كنا النادي الوحيد اللي عنده زوز ملاعب معشبة إلى جانب البنية التحتية من الاستيراد ومن إدارة ومن مركب معناها مركز تكوين. الكل هذا في حالة مزرية اللي تطلب تدخل ومجهود كبير، فارفعنا إلى سيد رئيس الحكومة معناها بحالة وستلها وطلبنا معناها أن الدولة تكون واقفة وتساهم معناها في تكوين هذا الشباب وفي المحافظة عليه، خاصة لأنه نعرف إلى قدر الله ترميت الشباب كل شيء تولي إصابات وتولي مشاكل أخرى. هذه من ناحية البنية التحتية اللي أنا أعتبرها هامة جدا، واللي كذلك قلنا له راهو النادي نتاعنا ما عادش عنده في نادينا، وراهو كل مرة ندوزو وتتكلفنا أموال وتنقص تركيز نتاع الأولاد، وطلبنا معناها باش نشوفوا معناها ملاعب تكون الدولة تعاوننا باش نتمرنوا فيها حتى المركب نتاعنا يرجع إلى إن شاء الله هتكون بمناسبة المئوية نتاعنا في سنة 2020 كل شيء بجاز، ونرجع النادي الإفريقي إلى السكة اللي كان عليها واللي كبرنا فيها الناس الكل، إلى جانب الوضع المالي المخطر، لأنه نعرفوا اللي تم عشرات المليارديرات اللي مشينا باش نحكيهم توا تصير العامة بعد 10 أيام بقدرة الله، معناها يمدوا الناس الكل بالأرقام ويمدوا المراقبة حسب الحسابات اللي تعين في الجلسة العامة الأخرانية. وفي الجلسة العامة الخارقة العادة تكون عرض لهذه الأرقام يعني المخجلة، نقول واللي تخلي النادي مستقبله يكون
معناها تحت ضغط ياسر، وفي الليالي هذه والاسابيع تحت ضغط الفيفا، لانه لو كان يحكم علينا في بعض القضايا اللي توصل حتى الاربعه وخمسه مليون دينارات، معناها منين باش تجيبهم وقت اللي انت تبدا ربي يعلم باش تلقى الفلوس باش معناها باش تجاري وباش توقف وباش تسير بصفه عاديه النادي نتاعك. فهذا اخترع النادي الافريقي ترفع لانه كل هدايا الى جانب الديون الكبيره وكبيره جدا، معناها وصلت في ارقام خياليه. فكان متفهم وسيدرس ان شاء الله كل ما كان استمع الى طلباتنا بكل اريحيه وبكل تدقيق، واحنا معناها متاكدين انه سيجوز الشهاد، معناها سيكون معناها رجل عمل ورجل نظرة إلى المستقبل. فما بعدنا إن شاء الله نلقوا معناها التحديات ويرجع النادي في مساره العادي. سي كمال، يظهر لي إلى جانب الوضعية المادية والوضعية يعني نتاع البنية التحتية للنادي الإفريقي صعيبة، يظهر لي النادي قادم على دو إشيونس هامين في الأيام القادمة، اللي هي تنقيح القانون الأساسي ومن بعدها الجلسة العامة الانتخابية. كيفاش تشوف انت يعني الاستكمال الفترة القادمة؟ هو على كل حال الخيار معناها ما كان الرئيس، ما كنا إلا تعدينا بجلسات عامة، معناها والجلسات العامة هذه هي اللي ركزت معناها الرؤساء، وهي اللي أعطتنا الفرصة باش نوصلوا. ولكن ثم فرق، معناها فرق هو يعني كثير نلعب في النادي الافريقي معناها منذ الصغر، وتحملت مسؤوليات عديده من لاعب في النادي الافريقي وكابتن نتاعهم الى مسير الى مسؤوليتي بمركز تكوين الشبان في الترشيد نتاعو، وكنت نائب الاول لرئيس بلدية تونس، وكلفني معناها المتابعة، وكان معناها فخر معناها باش نساهم في هذا العمل. اليوم معناها مسؤوليتنا كبيرة، فبنمشي نجاوب معناها بصفة مباشرة السؤال نتاعك. جلسة العامة الخارقة العادة باش تنظر معناها في كيفاش نحطوا الآليات لوضع حتى هياكل رقابة تعاون الهيئة المديرة على التحكم في النفقات وترشدها وتعاونها معناها وتدخلها رد بالك، وإن شاء الله باش يكون كذلك ثم سوسيوس معناها كيفاش الأمور المادية باش تدعم من الأحباء نتاع النادي الإفريقي وبصفة منتظمة. وهذا شفنا في تونس معناها النادي الرياضي الشيخ بديه، وفي العالم موجود معناها في عديد الجمعيات الكبرى. هذا باش يخلينا معناها الجمعه الجايه ان شاء الله معناها نبعد شويه على سؤالك باش تنطلق الحمله نتاع الاسناس ان شاء الله الناس كل تساهم فيها، لانه كذلك معناها بالنسبه للترشيد العادي لابد من شويه تمويل. هذا بالنسبه للجلسه العامه الخارقه العاده اللي باش نصوروا معناها باش تقدم باش تقترح وباش نشوفوا تنقيحه. بالنسبه للجلسه العامه الانتخابيه تنقروها في اللي باش يقروها باش تقررها الجلسه العامه اللي باش نحضروها، وان شاء الله معناها تكون انتخابات يترشحوا معناها ابناء النادي اللي نجموا يعطيوا الاضافه. واللي على كل حال اليوم انا متاكد انه انتهى الوقت اللي انسان ينجم يسير وحده مهما كانت قدراته مهما كانت معناها التمويلات نتاعو، لانه ما ينجمش انسان وحده يتقبل يوم جمعيات اللي الميزانيه نتاعها قاعده تكبر. ولكن كذلك ثم ترشيد في التسيير وترشيد في الاستهلاكات، ان شاء الله معناها المستقبل يكون خير بالنسبه للمدينه، واللي باش يجي ان شاء الله الناس كل نقفوا معاه، والرؤساء القدامى نتاع النادي الافريقي. اليوم مثلا اليوم نهار السبت 10 فيفري كنا في زياره
للاعبين نتاعنا عندنا سنوات ما مشينا لهمش يعني سنوات ما تلميناش كل الرؤساء حتى اللي ما جاش كما سي حماد الجسبيع كان نعرف اللي قاعد يعاون معناها بصفه منتظمه في كل الرؤساء وفي الظرف هذايا واقف مع الهيئه التسييريه المؤقته معناها بصفه كبيره فهذه عائلتنا وهذا كيفاش كبرنا نسكن مع بعضنا وما نجمو نقدموا ونشوفوا المستقبل نتاعنا وعلاش الناس تحب النادي الافريقي على خاطر اكل احترام المتبادل ما بيناتنا وكيفاش نرفعوا مستوى النادي الافريقي وكيفاش نكونوا الناس نتاعنا وكيفاش نساهموا في رفع رايه تونس هذا همنا اللي تعلمناه واللي كبرنا عليه واللي نحاولوا نعطيوه اليوم للمستهدفين الشبان اللي هما وراوا قدرات كبيره وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله مستقبلنا خير. في كمان كلمه اخيره لجماهير النادي الافريقي. جماهير النادي الافريقي ربي يفضلهم هما القوه الدافعه معناها نتاع النادي ولكن بالرغم اللي معناها الظروف اللي تعدت منها البلاد ما تخليش الجمهور بالعدد كما نعرفوه لانه انا شديت رئيس 5 سنوات على الاقل 4 سنوات كل جمعه نلعب قدام 30,000 متفرج وكان معناها تشجيع ودعم الجماهير نتاع النادي معناها هما اللاعب رقم 12 وهما الفاعلين معناها وقت اللي كالبونتو نتاعنا نتاع 90 دقيقة معناها يقوموا ينكزوا لين مرتيوها معناها ولات لنا عادة معناها باش تفهم القوة معناها والضغط النفسي الإيجابي على اللاعبين نتاعنا اللي يتفاعلوا كانوا مع الجمهور نتاعهم جمهور النادي الإفريقي معناها الناس تحلم به جمهور النادي الإفريقي وفي إن شاء الله الجروبات معناها يفهموا اللي انتمائهم للنادي الإفريقي راهو شرف كبير ياسر وان شاء الله لحمه تكون ما بيناتهم لدفع النادي ولاعطاء صوره لانه اليوم تعرفوا العديد من التلافت قاعده تنقل معناها صوره النادي الافريقي ويلوجوا عليه خاصه عربيه خلينا نكون واعيين بهذا المستوى اللي نحبوه وهذا الصوره الناصعه اللي نحبوا نعطيوها للنادي الافريقي وان شاء الله معناها يكون ديما وفي لجمعيته ويساهم في الفترة هذه إيجابيا بإعالة النادي حتى يرجع لسكته وحتى يرجع مستواه العادي وشكرا. شكرا لك سي كمال إن شاء الله قريب ينتهي نحكي وتكون النادي الإفريقي في وضعية أحسن إن شاء الله. بارك الله فيك سي محمد. راديو بيبي جديد.